علي راياتك علي حدود الكون. يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاني، يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاني. ولو بنموت من القلة راح نبقاها وننصب القهوة من الدلة ونخبز عالصاج. يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاني، يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاني. يا غني بغنيكي مر أيوة الأزمان، من أشعاري بهديكي فل وريحان. يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج. إن شاء الله على روابيك بطل الفرسان، ومن مكة بيجوا ليك يصلوا الحجاج. يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج. يا داري خالي وعمي لني يا دار وحلي أحبة من تمي داير من دارو. يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج. أعزائي المشاهدين، ورحب بكم في هذه الحلقة المميزة من حلقات برنامج حروف وطن. احنا اليوم في مدينة نابلس. مدينة نابلس مثل باقي المدن فيها تقليد توارثوه عبر عشرات السنين عن الأجداد، هذا التقليد اللي هو سوق الخميس. سوق الخميس مش بس مجرد سوق لبيع الحلال، ايضا في سوق الخميس بتلاقي بياع المرطبات وبياع الشاي وبياع الادوات الصحيه، يعني سوق شامل كامل متكامل. كل يوم خميس في مدينه نابلس من عشرات السنين هذا التقليد موجود. اليوم راح نسلط الضوء على هذا التقليد اللي اعتقد ما واحد قبلنا سلط الضوء عليه. راح نكزل احنا وياكم بسوق الحلال او سوق الخميس، نشوف كيف بتتم عملية هذا التقليد التراثي البيع والمشترى. حبيبي أبو هشام، حبيبي أبو هشام، قدامنا سوق الخميس في مدينة نابلس. خلينا نعرف المشاهدين في هذه الحلقة المميزة، طبعا سلطنا الضوء على الصناعات على الزراعة، ومن حق هذا التقليد القديم إنه إحنا نسلط عليه الضوء في برنامج حروف وطن التراثي، لأنه فعلا تراث إحنا ورثنا. أبو هشام قدامك السوق، قصدي خلي الناس تتعرف على سوق الخميس في مدينة نابلس.
في سوق الخميس في مدينة نابلس. قلنا لكم هذا التقليد متوارث عن الأجداد. طبعا قلنا لكم مش بس بيع حلال، وبرضه في بيجوا أصحاب الصناعات التراثية كل ما يلزم الحلال أو يلزم حتى الناس موجود في سوق الخميس. حج يعطيك العافية، الله يبارك فيك. عرفنا عن حالك. اسمه أنا إبراهيم عبيات من بيت لحم. من بيت لحم صح. حج إحنا صورنا وأخذت الكاميرا، شايف عبي وشايف عصي. نعم، وشايف بتجيب هالعصي وهالعبي، وحتى من جنين بيجيبوا لنا فطور، بفطرونا هنا. هاي بيجيبوا كباب وبيسووا لنا في السوق. وبيجيبوا خضار، كل شيء بيجي بجمع في هذا السوق. أما بعرف إن السوق هيك بهذا الزين ببيعوا، وكانوا يروحوا على السبع وشو يجيبوا الذهب ويجيبوا في السواق. هذا الأسواق بيجي البنت. إحنا بنحكي عن هذا الطلب، هذا عن هذا التقليد. زي ما أنت شايف أنت والله. عيبي وعصي وكل شيء بيجيبوا العالم وبيحطوا في السوق. تعرف سوق يعني مش بس في مدينة نابلس، في كل المدن بكى. في رام الله، في رام الله، في بيت لحم. تقليد هذا فلسطيني قديم. نعم نعم، هذا التراث الشعبي. هذا هو. الله يرضى عليك ووفقكم إن شاء الله لخدمة الشعب، وبارك الله فيكم اللي بتدوروا علينا وبتشوفوا المناطق هذه وتظهرون على الشاشة. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك حج حبيبي. الله يسلمك. زي ما انتم شايفين بعدنا في سوق الخميس، في سوق الحلال في مدينة نابلس. هذا السوق مش بس بكيسي في مدينة نابلس، في كل مناطق فلسطين وفي اللد وفي الرملة. وزي ما قال الحج انه هذا السوق بيستلزق منه مش بس تجار الحلال، اللي ببيع اكل، واللي ببيع مية، واللي ببيع عبي. يعني سوق كامل متكامل، مش بس لبيع الحلال، كل شيء بدك اياه في السوق بتلاقي. اواعي بتلاقي، اكل بتلاقي. حبيبي ابو هشام كزر في السوق، خلي الناس تتعرف على سوق الخميس في محافظة أو في مدينة نابلس. يلا بعدنا في سوق الحلال أو سوق الخميس. هذا التقليد المتوارث عن الأجداد، والشباب بدناش نقول ختياليين مشان ما يزعلوا، لابدين مخنسين في المعرشان وقاعدين هاي عامل لهم قهوة وشاي. وقلنا لكم إنه في سوق الخميس مش بس سوق ببيعوا حلال، كل شيء أي شيء بخطر على بالك بدك. أواعي بتلاقي، حمام بتلاقي، بيع الأكل موجود، اللي بنشو السندويش حتى اللي ببيعوا أدوات صحية وكل شيء. يعني اسمه سوق خضرة، أيوه زي ما أنتم سامعين. كل شيء، واللي ببيع حلوس بتلاقي. عرفنا عن حالك. أخوك زياد العراشي من رجيب. محمد حشاش أبو راضي. عبد صور من بلاطة. عماد شرف من بلاطة. من بلاطة، من مخيم بلاطة. كلنا من بلاطة. منع حياك الله. الأصل من وين؟ الأصل من العريش مصر. العريش مصر. العوجة كضيافة. العوجة كضيافة. المنس. المر. 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 والحافة. فجة. فجة. من فجة. سيدنا علي. من سيدنا علي. حوالين يافا يعني. ما عدا هنا على العريش رايح.
شو بتساوي في السوق اول شيء؟ شايفكم قاعدين بسطيك ولا غنمي ولا بيعة ولا خلص بعتوا ولا اشتريتوا اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، بعنا واشترينا وبعد قبل مره واحنا نقعد مع بعض نشرب لنا كاسه شاي وبنتخرب شو صار، شو ابو محمد ربح، شو الحج تخوزك ما تخوزك ايش الكلام ما تكلمش عاهل خرفي وبنروح مبسوطين والحمد لله رب العالمين. يعني كلكم بتشتغلوا في الحلال، بتبيعوا بتشتغلوا في الحلال، الاسعار منيحه يا اخي ولا؟ طبعا الاسعار منيحه. يعني كيلو الخروف اليوم بسوى تقريبا 5 دنانير و70 قرش. 5 دنانير و70 قرش. بنباع ولا بنشر بخمس دنانير؟ بنبيع احنا، بنشتري ب60، بنص ب60، بنبيع ب10. عشان بتشتروا للتجاره ولا بتشتروا للحم ولا؟ للتجاره. تشترين الخميس هذا بتنزلين الخميس الجاي؟ يا بنبيع بالدار يا هانا، اللي بنباع هان بنباع واللي بنباعش بنروح على الدار. ما شفتش خلفان يا اخي، كله غنم، انا فيش خلفان حدا لدبي. الخلفان بتكون محمل بالسيارات، بتوزع من سياره لسياره، يطلع من سياره على الميزان. الخروف على الميزان، من السياره على الميزان، على الكبان على الميزان. 5 ليرات و70 قرش. 70 البيع والمشترى بالدينار الاردني. دينار اردني صحيح. اما اللي بده يدفع بحول شيكل. عندنا صريف، انا بحول في صريف هي في زمان يا اخي. حج لك في زمان يعني على السوق مثلا كل خميس؟ كل خميس واثنين. كل خميس واثنين في اثنين يوم الاثنين برضه السوق. يعني شفتوا انتم زي ما قلنا لكم انه هنا الجميع ببيع وبيشتري، ممكن في نفس اللحظه يشتريها من هان وهو ماشي فيها يجي واحد شرط. صح، يجي ياخذ مثلا يقول لك خذ لك 20 دينار 30 دينار بتقول له روح الله يربحك. في منهم بنروح على الدار بناخرهم بنسمنهم على علف وبرد نرجعهم بعد شهر شهرين. بيع مشترى تجاره هذه. طبعا في مربح وفي مخسر. فيش سمسرة هنا؟ لا فيش. لا 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 زمان كانت بجوز الامور، اما اليوم فيش منها. لا فيش سمسرة، فيش حدا بتعدى على حدا. يعني مثلا يجي واحد مثلا محمد بيشتري بعنزه، انا بسلك له ما بخش عليه. مثلا شفتها لو بدك تربح معي 100 دينار انا بسلك لمحمد بيع شريف. هذه اللي بنحكي عنها المضاربه. يعني يعني الحج واقف قاعد بفاصل في ابو فلان على غنمي، بيجيش واحد بكل هاي فلتك منه هاي بالزياده 5 ليرات. لا فيش عيب هاي. ولو واحد منا شاف واحد ثاني يعني بتبهدل على مستوى. استنى اسمعني هسه خلينا يعني مش بينكم انا بهذا يعني شغله انه يدخل عليه هذا بجوز اتفاق بينكم تعرفوا بعض ولا هيك السوق؟ يعني كل السوق شبه السوق نابلس كله هيك في بيت لحم. بقول لك ان بدخل عليه يعني بيعرفش عادات السوق هان. سوق رام الله واقفين بوقفوه بقول له الفصيله الافلام اطلع من البيع. ايوه ممنوع بفوته يعني على الجميع، مش بس عشانكم اصحاب او من منطقه واحده. معروف في نابلس هذا الحكي. سوق رام الله في منه الحكي هذا بتحكي عنه. سوق رام الله ممكن واحد يخش على البيع. بقول لك هذا سوق فيش فيه. اما في نابلس عملناه هذا الخراف. يعني هذا دافع 100 ليره في الغنم، هذاك بيجي بقول له انا بعد دافع 110 زي ما زاد. هذا في سوق. اما في نابلس اللي واقفين بقول له اطلع للي بفصل ليدشر ويروح. خلص وراح خلص انتهى. بدخل اباك على البيت، بدخل على البيت بيقدر ساعتها يزيد زي ما في. هو واقف منه واقف ما في يعني في احترام في قواعد. يعني حتى السوق اللي زي ما شايفين يعني الشغله مضاربه والشغله هذا، بس ما في واحد ما في واحد بيزاود على الثاني. خلص ابو فلان واقف بسوم في هذه الغنمه. ايوه وقف وطلع. هسه بطل عن الشروه هذه، ضار ظهره ادخل انت زيد او اشترى قال له خذ لك مربح عليها يا عمي انا او انه مثلا بعد ما يشتريها بيجيبوا يعني كله تعال اخذتها ب 100 شو رايك هي 10 دنانير عليها؟ ايش بصير؟ اما انه يدخل هو الفصيله شغاله ممنوع. هذا ما فيش عندنا الخراف اخذوا حجروا اياها. يعطيكم العافيه بارك الله فيكم. الله يعافيك. احنا حبينا في هالحلقه قلنا لكم نسلط الضوء من برنامج حروف وطن على هالتقليد الموجود في مدينه نابلس واللي تورثوه عن الاجداد من زمان زمان. حبيب ابو هشام قدامك السوق، خلي الناس تتعرف على شو بنباع وبنشر بهالسوق.
في سوق الخميس في هذا التقليد التراثي في مدينة نابلس. مصورنا شفته وصور لكم كيف انه هذا السوق مش بس سوق بيع حلال شامل، كل شيء بخطر على بالك، اواعي، اي شيء بخطر على بالك بنباع وبنشرى موجود في هذا السوق، علشان يتسموه سوق لانه شامل. وهسه احنا موجودين في قسم زي ما انتم شايفين هان ببيعوا الخيل وببيعوا الحمير وببيعوا يعني في الغنم وفي المواشي وهان ببيعوا الدواب، هاي البغال وكل شيء هذا موجود. وبرضه معانا ناس من اللي بتستلزق في السوق واللي ببيع شغلات تراثية برضه، ينسون وما ينسون. عدلتنا عن حالك. أنا جمال أبو السعيد من جديد الجنين. من جديد الجنين. أيوة. سمعناه وهو في بنادي قاعد في السوق ينسون. إيش أخرى؟ ينسون سماك سمسم حلبي بهارات كلها مواد زراعية ومفيدة للإنسان. مفيدة واللي بوجع بطنه يجي. للي عنده مغص. أبو السعيد. أبو السعيد برضه صوته حلو عجبنا. أبو السعيد شو بدك تسمعنا مشان أعطيك هدية من شركة الراجح. يلا. يلا. لا في بيعة ولا شروي بهالسوق معرجسي بكل الظروف، والناس هاي بتستنى المطر حتى تتلقط هاي لوف، وما كادري لا توكل لا لحم الدجاج ولا خروف. اوف الناس لا ذكر ربهم صاروا ينسون، واذا اصبحوا بهالدنيا ما ظن اليوم للمغرب يمسون عشان ببيع ينسون. بدال القهوه والشاي اشرب انت يا انسون، شوفوا مطيب وما في ادلى حنجرتك عالشراب. الله هو بتبيع ينسون؟ شايف عسل كله. في عسل وكزحه طبيعي العسل. اوف جبت للقهوه والبن بين ايديها ايديها، ودار الكرم والجود اشعاري انا بهدي اليها اليها، وانا مثل النحل يوم على الوردي بهدي عليها، وبجمع العسل لكل مريض ومصاب. الله حي الجديد والسيريس. هلا هلا بيك يا نافذ. قضى جينين جميعه. قلت لي انت كل جمعه بتيجي بس على سوق نابلس؟ لا بفور برضو على الكره وعلى المحلات. على الكره والمحلات. زماني لك يعني؟ زماننا بيجي لنا 5-6 سنين. تيجي كل يوم خميس على سوق ال قلنا زمان نشتغل على تركتور وطاحوني، هس ما ظلش لا حدا يعجن ولا يخبز، كلهم الناس تركت اليوم. هسه صرنا نبيع ينسون وسماك. ينسون ماشي الحمد لله يعني. الحمد لله. تركين الستات تركين. تعال من اي بلد انت؟ ابو كش رام الله. من ابو كش. طبعا الميزه في سوق الخميس في مدينه نابلس انه بتلاقي كل فلسطين موجوده، من الجنوب، من ال 48، من سوق فلسطين شامل. المحتلة. سوق شامي اسمه؟ سوق شامي شامل. بتلاقي من نابلس من جنين من كل محافظات بيجوا، اللي جاي يبيع واللي جاي يشتري. ومش بس زي ما قلنا لكم بس ببيعوا الحلال والدواب، لا برضه بيشمل كل المبيعات. اي واحد المبيعات اي شيء بيلزم موجود في سوق ال بدنا بيت عتابة هيك مشان نعطيك هدية من شركة الراجح. ونقول لك يلا. يا حروف الوطن. يلا يلا شو معي يا بيت عتابة بيجي على ما يا حي الله يجي يلا. الأرض بالشعر بذرناها بذرة، وإذا بدي أغني لفلان ولعلان بخاف أنا على النفاق أذرة. تذراش يا سيدي. بفضل أنا في وطني أكل جراديش إذرة، ولا بالغرب أسكن في ناطحة سحاب. ضل جراديش اليوم. ايش البراتي؟ أبو السعيد. أبو السعيد يسلم هالصوت. والله ييسر لك يا ربي ويجبر عنك اليانسونات والعسلات. وايش اخرى قلت لي؟ يانسون سماك سمسم حلبي كزحه والحياه. أيوة والحياه شرسه لا تفكر مزحه. لا تفكر مزحه. معك كزحه؟ ولا. طيب خلاص. والشعب هذا لكل الدين والغضب حلبي،
إذا معك التهابات باطني أو مفاصل اشرب إنت ميت حلبي، وإذا الصبح بتقول للمركومي للبكرة حلبي، بتقول لك أنا نعسان وميت تعب. تستلجت كل الهنتكومي. ولا يلا مبروك. كل اليوم الناس بدها تشتغل تحت الشباب بيعطوك هديه من شركه الراجح. حبيبي ابو هشام من العتابه والمجنه واليانسون والعسل والكزحه وحلبي، يلا على السوق ابو هشام. في سوق الخميس، سوق الحلال في مدينة نابلس، زي ما قلنا لكم السوق متوارث من مئات السنين، من عشرات السنين، وبيجمع من جميع أنحاء فلسطين. بيجوا على السوق، سواء بيجوا يشتروا أو بيجوا يبيعوا، ومش بس زي ما قلنا لكم في حلال وفي دوفلد، كل الصنايعية، كل التجار، أي شيء بخطر على بالك بتلاقيه في السوق. ومباشر عند الحج البركة، عرفنا عن حالك. أبو سفيان يوسف ياغي من سكان عقبة جبر، من المسمية سابقا. من المسمية سابقا؟ نعم. جاي على السوق تشتري ولا تبيع؟ والله جاي بدي أعلف نظري وفندري وبدي أشتري. يعني نصدت لك صيد منيحة؟ مش مشكلة، فهمت علي؟ بتربي حلال أنت ولا؟ عندي حلال. حلال. عندي حلال، عندي بقر وغنم وإبل ونعيم الله. وإبل؟ نعم. يعني الميزة إنه لغاية الآن ما شفناش في أسواق أو في سوق نابلس خاصة حدا بيجيب جمال. صحيح. يعني ما مش عارفين ليش، يعني ما لهن السوق الجمال مثلا. في لهن سوق، بس مش سوق، سوق الإبل في الجنوب. سوق الإبل في الجنوب، في الخليل، في الظهرية والمناطق. هناك في سوق. نعم. هناك بيجيبوا جمال. صحيح. والأسعار يعني عادية طبيعية. الأسعار شو ما مش السلع اللي مش السلع الغالية. قيمة الدينار التجارية هي اللي بتنزل. هي اللي بتنزل. نعم. هسا حج، انت مربي حلال وعندك خبرة. صحيح. يعني اللي مثلك مثلا عنده خبرة بس يطلع على الغنم او الخروف او هذا بقدر يسننها او يعرف. نعم نعم نعم. هذه هي. نعم. قلت لي من زمان بتروح بتيجي على الاسواق، انت بتطلع على سوق نابلس ولا بس على كل الاسواق؟ لا والله على كل الاسواق. على كل الاسواق. اه صحيح. بعدين الله يطرح لنا البركه في هالسلطه، تعال صور يا معلمي. شوفي احكي لي كل الله يطرح لنا البركه في هالسلطه، فهمت علي؟ يعني هي بتدعمنا وهي بتخلي الثروه الحيوانيه تظل كويسه. من سوق الحلال في مدينة نابلس، شفتوا زي ما قلنا لكم من كل المناطق بيجوا بيشتروا وبيبيعوا، مصاريف في جيبته بصح له صيدة. البيع والمشترى. البيع والمشترى عرض وطلب، زد على ذلك من عليه. البيع والمشترى بده خبرة وبده نشاط في الرياضيات. ليش الرياضيات؟ انا بقول لك ليش. لانه اذا كان فاشل في الرياضيات فاشل في تجارته. جديد عند الحج، اذا فاشل في الرياضيات فاشل بتجارته، لازم يعرف يحسب ويجمع. نعم. ابو ايش البركة؟ ابو سفيان ياغي. ابو سفيان ياغي. الله مخيم عقبة جبر. طار مخيم عقبة جبر. من سكان عقبة جبر وعين السلطان والنعمة. يا حياك الله بالمختار. بعدنا في سوق الحلال أو سوق الخميس في مدينة نابلس، حبيبي أبو هشام. وبدناش نروحك فاضي، بدنا نعطيك هدية
معك مختار من شركة سنابل النصر، بدنا نجيب لك هدية برضو فيها تراث، فيها فريتشي وفيها برغل وفيها تشكيلة حلوة لأنك أنت حلو. حبيبي أبو هشام كمل جولتك، خلي الناس تتعرف وهي الخيل وصلت لهان في سوق الحلال. وزي ما قال لك أنا أول مرة بعد بقول لك المختار إنه الفاشل في الرياضيات فاشل في التجارة. أين بنسمع من الختيارية مقولاتهم؟ أستاذ هذا ابن صفي. هذا أستاذ ابن صفي. وهذا كان جيد في المدرسة، جيد في الرياضيات، في كل شيء، شاطر، بيعرف يبيع ويشتري. جاي يبيع ولا يشتري؟ أبو إيش البلد؟ أنا خليل أبو غالي. الأستاذ لا كنت في ريحة بس ساكن في العزرية الحين. أنا كنت وياه في صف واحد، كان هذا مجرم حرب بالطوشات وأنا الأول في المدرسة في الدروس. مضبوط ولا شايف كيف؟ وأنا درست 20 سنة مع الأنروا. وانت جاي تبيع ولا تشتري؟ انا جاي اتفرج بدي اشوف الاسعار تغيير جو. لا بيع ولا شاري لاني بعرف كيف لقيت الاسعار. هذا هسه من اسبوع لاسبوع بتختلف الاسعار ولا كيف؟ لا لا حسب المطر، اذا المطر كثير كويس ترتفع الاسعار. ترتفع؟ في المطر ترتفع. في سوق الخميس بعدنا في مدينة نابلس، تكينا فيها الشباب البركي. عرفني عن حالك. يلا عرفني عن حالك الساعه. يلا عرفني. يلا لا انت الاول. طيب انا بحكي لك. يلا يلا كل انا مزرعه شرقيه. ابو ايش البركي؟ ابو ماجد. وانت؟ انا ابو العبد. من وين؟ مزرعه شرقيه. مزرعه شرقيه. شو جاي نسوي على السوق؟ بيع ولا تشتروا؟ نشتري من بيع. اشتريت. كيف الاسعار يا اخي؟ والله الاسعار منيحه. غالي 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 غاليه. قالوا لنا انه اذا غاليه تمطلش الدنيا بغلى الحلال. والله غاليه غاليه. يعني لا بعته ولا اشتريته؟ بعنا وشرينا. بعته وشريته. وما شافش ولا قدم جار وراك ولا شيء. ابو نجرج. انا ابو نجرج في السياره. في السياره. يعني الاسعار قلت لي غالي اليوم. بعته غالي واشتريته غالي. هذا تقليد السوق. انت زمان يعني بتتاجروا ولا لما خلقنا من وحده تحت الغنم؟ معنا تحت الغنم عشنا. بتروحوا بتيجوا على السوق في نابلس. كيف سوق نابلس يعني؟ هذا تقليد قديم. منيح. احسن سوق. احسن سوق يعني في سوق البيع الحلال. شوف عايش انتوا يا بكل ربنا بارك في الحلال، تجارة الحلال منيحة ما شاء الله. اي نعم. بشوف انا بدي اسألك يعني بشوف غنم جايبين خرفان معهم، ليش يعني بيبيعوا اولادن هذول؟ اولادن. يعني بيبيعوها هي اولادها. هي اولادها. حالك اجنبي. لا مش محل مسوي حال اجنبي، انا بدي المشاهدين يفهموا. انا بعرف بس بدي المشاهدين يعرفوا مثلا هذا جايب مثلا اولادها معها، هسه ببيعها مع اولادها. مع اولاد الاولاد بيجي سعرها اغلى يعني مثلا. هسه لها سعر لحال وولد لحال ولا؟ صح. بيجي سعرها غالي. بيجي سعرها غالي. يعني الغنم ياسر بتشتروها على عمرها ولا مثلا؟ بدنا نعم. بدنا نفهم المشاهدين اللي بيتابعونا من خارج فلسطين او اللي ما بيعرفوا السوق كيف بيصير. انه البيع والمشترى بيصير على الوزن، بيصير على العمر، بيصير وزن خرفان صغار على الوزن. خرفان على الوزن هذول بنبان، بس كبار لا بنبان. كبار على الوزن. خرفان خرفان يعني الخرفان اللي مش موالده بنبعن على الوزن. خروف من اي سن ببلشوا يبيعوا فيه؟ ببلشوا من اول 5 اشهر. 5 اشهر. 5 اشهر يعني بنزلوه على السوق. هسه سعره زي الخروف كبير على الكيلو مثلا ولا الصغير؟ لا طابه للبيع في سوق الحلال. الصغير بنبعش على الكيلو. الصغير صغير بنبعش على الكيلو. يعني من 40 كيلو وتحت. بنبعش على الكيلو. ضرب هيك. ضرب. اللي من 40 وفوق بنباع على الكيلو. على الكيلو. وقديش الكيلو؟ الكيلو من 6 لـ5.5 تقريبا بتراوح. هسا البيع والمشترى في سوق الحلال يعني كله في الدينار الاردني؟ لا في كل العمله. بس البكر بيبيعون بالشيكل. بالشيكل. بالشيكل البكر. ليش؟ لان اسرائيل بيجيبوا العجول. بيبيعوها بالشيكل. بيشتوا بالشيكل، بيبيعوا بالشيكل. اما الغنم والخرفان. الغنم بيحسبوا بايش الدينار وبيكيسوا. بدي يعني المهم بالبيع في الدينار. بالدينار. هسا قلت لي الخروف من 40 كيلو فوق هذا على الوزن. على الوزن.
خمس ليرات بست ليرات الكيلو مثلا. خمس ونص لستة. هسا شفنا احنا، بدي انا معرفتكم لانكم انتم يعني لكم خبرة، شايف غنم احنا من كلهن روماني او ابو ذنب، هسا هذا بيفرق سعره عن الغنم البلدي؟ بيفرق كله. انو بيجي اغلى؟ بيجي اغلى. هذا اغلى من البلدي؟ هذا البلدي انظف، بس الناس بدهم هذا النوعية. هذا بيكبر ازود. ليش يعني الناس راغبته يعني؟ بيكبر ازود. بيكبر ازود. بينمو ازود. ماشي. بيعطي لحم اصلا يعني؟ ايوه. بيعطي لحم اصلا. خروف. نعم. بيعطي لحم اصلا. بس بعد البلدي فيش تتعبش حالك، اللحم والحليب وكل شيء. اللحم. فيش شغل على البلدي. طيب يعني انت، احنا زي ما قلنا لكم بدنا نعدل في المشاهدين خاصه اللي من خارج فلسطين او اللي بيعرفش، انه مثلا الغنمه مع ابنها لها سعر، الغنمه الحلابه برضه لها سعر، لها سعر كل شيء سعر. الغنم اللي لسه ما خلفت لها سعر برضه، لها سعر. اللي اغلى طبعا اللي مخلفه او اللي معاها ابنها. هو النظافة، هو الرغبة، يعني اللي بيرغب شغلة بيدفع فيها مصاري، يحبها بيشتريها، يعني سواء معها ولا معهاش. أبو إيش قلنا؟ أنا أبو العبد. أبو العبد؟ أبو ماجد. أبو ماجد. معنا معنا هدية من شركة الراجح. بدنا نعطيها. أنا أجبر أنت ولا ولا أجيب كرايب؟ إذا بتحزر أنا أخوي هذا. أخوك؟ أنت أجبر معنا. أجبر؟ لا لا لا، هو يا زلمة. أنا أخذ والله متوني فيك يا زلمة. لكم هدية، لك لمين نعطي الهدية؟ من شركة الراجح لك ولا لو؟ أنا شايفني أنا كاروت. كاروت؟ من هو أبو عايش؟ أصل الكاروت بتنكال للي أبوه ميت ولا أمه ميتة؟ يا ضاك يتيم. اللي بتموت أمه يتيم. اللي بموت أبوه كاروت. ايوه كاروت. الله يخلي لك ابوك ابو هشام، هات لك كاروت هالعزاء. كنا نسوي هديه من شركه الراجح. طبعا احنا في اخر السوق تقريبا، يعني في العادي السوق من اي ساعه ببلش؟ ببلش مع وذان الصبح، مع وذان الصبح تقريبا. بس الناس بتبلش تيجي، بقولوا للناس من الساعه، من الليل بيجوا الناس من الليل. من الخليل. بيجوا من الخليل كل المدن بيجوا. ببيته هنا بيجوا من نص الليل الساعه 2 و1. أيوة. أيوة. ببلشوا يجوا يصفوا في سياراتهم ينزلوا في الحلال، وبعد صلاه الصبح بيصلوا الصبح ببلش السوق. ببلش السوق. وحسب سوقك سوق. عرفني على حالك. والله بدي يتعرف علي. قولوا له نافذ ابو شرخ. من وين ابو هشام؟ ابو شرخ منين؟ يلا كمل كزدورتك في سوق الحلال. هيك اعزائي المشاهدين، من وصلنا لنهايه حلقتنا المميزه. هذه اللي حبينا نسلط فيها الضوء على تقليد تراثي معروف في فلسطين، هو سوق الحلال، سوق الخميس في مدينه نابلس. اشكر
كل من ساهم بإنجاز هذه الحلقة، شركة الراجح، شركة مصنع بوز الأرز، وشركة سنابل النصر، أيضا شركة الشركة العربية لصناعة البوط الصحية لكي بيبي. أشكر مصورنا الأستاذ باسل عطلة، أشكر كل اللي التقيتهم، إن شاء الله نكون وصلنا لكم معلومة مفيدة عن سوق الخميس. نافذ أبو شرخ أشكر لكم حسن المتابعة، حبيبي أبو هشام شكرا لك وإلى اللقاء. علي راياتك علي حدود الكون، يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاج، ولو بنموت من الكل راح نبقى وننصب القهوة من الدل ونخبز عالصاج. يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي راح بتضلي عجبيني تاج، يا غني بغنيكي مر الأزمان، من أشعاري بهديكي فل وريحان، يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج، إن شاء الله على روابيك بطل الفرسان، ومن مكة بيجوا ليك يصلوا الحجاج، يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج، يا داري خالي وعمي لني يا دار وحني أحب من تمي داير من دارو، يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج، يا بلادي رح بتضلي عجبيني تاج.